بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم اشرف رمضان. ان شاء الله النهارده هنتكلم في كورس اللو كارنت او كورس التيار الخفيف. هنتكلم على انظمه التليفونات او التليفون سيستم بالتفصيل. نظام التليفونات يا شباب، في عندي نوعين من انظمه التليفونات. في عندي الكونفنشنال تليفون سيستم، ده النظام التقليدي القديم تمام او العادي، وفي عندي الاي بي تليفون سيستم. يبقى انا لو سالتك ايه انواع انظمه التليفونات هتقول لي الكونفنشنال تليفون سيستم والاي بي تليفون سيستم. طيب لو انا عايز اشتغل على بعض المصطلحات الموجوده في الكونفنشنال تليفون سيستم، الكونفنشنال تليفون سيستم بيتكون من الاي بابكس. عايز احفظ الاختصار ده، اي بابكس معناها الكترونيك برايفت اوتوماتيك برانش اكستشينج او اكستشينجر. الكترونيك برايفت اوتوماتيك برانش اكستشينجر، الاي بابكس. الاي بابكس الجزء الثاني اللي هو المين ديستريبيوشن فريم. حضرتك لما تروح على المخطط لو او للرايزر دايجرام هتشوف ام دي اف، لازم تبقى عارف ام دي اف معناها مين ديستريبيوشن فريم. بعد كده هنبدأ نشوف الاس دي اف اللي هي السب ديستريبيوشن فريم، في ناس بتسميها التليفون تيرمينال كابينت او كابينة الترملة الخاصة بالتليفونات. بعد كده او في بعض الناس بتسميها الاي دي اف الانترميديت ديستريبيوشن فريم تمام. ده كله الاس دي اف او الاي دي اف او التي تي سي نفس المصطلح. بعد كده الكيبلز اوف التليفون، كابلات التليفونات. بعد كده العده بتاعت التليفون تمام. طبعا بيبقى فيه التليفون اوتلت اللي هي المخارج، وبعد كده التليفون سيت اللي هي عده التليفون. طيب تعالى نبدا نشوف كده على اليسار، هتلاقي حضرتك تمام الخط اللي جاي من التليكوميونيكيشن سيرفيس بروفايدر، مقدم خدمه الانترنت، بيدخل لي الكابل ده على البابكس، او هنا في عندي نظام اللي هو الهايبريد بابكس. في عندي الهايبريد بابكس، طبعا الهايبريد بابكس بيتغذى تمام كدي سي ببطاريات، بيطلع من البابكس اللوحه الرئيسيه. احنا قلنا ام دي اف ايه يا شباب؟ الناس نسيت ام دي اف معناها مين ديستريبيوشن فريم، ما تنساش يا باشمهندس مين ديستريبيوشن فريم. بعد كده باخد من الام دي اف، باخد في الرايزر على كابلات تمام مالتي بير كيبل، بوزع على الادوار تمام زي الفيرست فلور والسكند فلور والثيرد فلور تمام. بروح على التي تي سي، الناس نسيت التي تي سي. تي تي سي معناها تليفون تيرمينال كابينت، تليفون تيرمينال كابينت، الكابينه اللي بربط عليها باستخدام الكابلات بربط عليها التليفون ست. يبقى كل الفكره في نظام التليفونات ان انا عندي مجموعه من التليفون سيتس، العدد الخاصه بالتليفون، عده التليفون العاديه بتاعتي، بوصل طبعا على التليفون اوتلت، ده المخرج بتاع التليفون. باخد كابل بعد كده بروح للوحه تمام بجمع فيها هذه المخارج او هذه العدد، بنسميها تي تي سي تاني، تي تي سي تليفون تيرمينال كابينت. بجمع كل المخارج بتاعه التليفون، يعني كانها لوحه صغيره بتدي لوحه كبيره تمام. باخد التي تي سي بروح للام دي اف اللي احنا قلنا معناها مين ديستريبيوشن فريم. المين ديستريبيوشن فريم بتتربط بالبابكس او بالهايبريد بابكس، وناخد بالنا ان البابكس تمام بيتغذى ببطاريات دي سي، بيبقى مغذيها الكابل الجاي اللي هيجيني من بره من شركه الاتصالات اللي بتغذيني تمام او بتديني السيرفيس اللي احنا بنسميها التليكوم سيرفيس بروفايدر تمام اللي هيديني التليفونات. طيب تعال نشوف موضوع الاي بابكس اللي هو السنترال الداخلي، او احنا قلنا اختصارا اي اللي هي الكترونيك برايفت اوتوماتيك برانش تمام اكستشينجر. دي بستخدمها الاي بابكس في ربط مجموعه خطوط تمام هاتفيه داخليه بدون ما اتصل بالخط الخارجي. يعني ينفع اعمل سنترال داخلي تمام، سنترال داخلي بسميه بابكس، بربط مجموعه من التليفونات داخليا بدون ما تتصل خارجيا، وبدي سماحيات لبعض الهواتف تمام ان هو تمام يعمل اتصالات خارجيه. بقدر ان انا ابرمج الاي بابكس السنترال بتاعي ده، كل تليفون بيبقى له
صلاحيات زي حق الاتصالات الخارجية أو لأ. تمام، بيبقى لي في مجموعة من الخدمات في الإي بابك زي تحويل المكالمات، إرسال المكالمات، في بريد صوتي. تمام، ده كله أنا بعمل له سيتنج من خلال الإي بابكس اللي إحنا شايفينها قدامنا. تمام، طبعا بقدر أهندل أو بقدر أعمل مانجمنت للفاتورة العامة من خلال الإي بابكس، بستخدمه في مكالمات الطوارئ في المستشفيات وفي أماكن التمريض. طبعا الاي بابكس تمام او البابكس بيتوصف بعدد الخطوط الداخله له كام خط وعدد الخطوط اللي خارجه منه. تمام، سعه البطاريه زي ما شفنا في الريزر دايجرام، امكانيه الربط مع الانظمه الاخرى زي الاوتو ديلر اثناء الحريق. يبقى خلي بالك سعه البطاريه هنا مهمه جدا الخاصه بالبابكس، عدد الخطوط اللي بتدخل للاي بابكس واللي بتطلع منه، دي حاجه مهمه جدا. طب ايه هي المين ديستريبيوشن فريم الام دي اف؟ دي حاجة بسيطة جدا، قلنا هي اللوحة الرئيسية تمام اللي بعمل ترمينيشن خلال اللوحات الفرعية عليها. طب دي بتتحدد بإيه يا شباب؟ بتتحدد بإنها بتوصف بعدد البيرز أو الأزواج، كام سلك؟ في منها في السوق 100 بير، 150، 250، 300 بير وهكذا حسب الشركات المصنعة. تمام، دي مثلا 100 بيرز ام دي اف تيرمينال بلوك، دي التيرمينال اللي احنا بنترمل عليها الاطراف بتاعت الكابلات، وده في حاجه بنسميها البانش داون تول عشان اعمل الترمينيشن. بعد كده اللوحه الفرعيه اللي احنا قلنا عليها اس دي اف هي دي، او سميناها تي تي سي، او قلنا ممكن ينفع نقول عليها اي دي اف. تمام، ففي عندي السب ديستريبيوشن فريم او التليفون تيرمينال كابينت او اللي احنا بنسميها الانترميديت ديستريبيوشن فريم. دي بتبقى لوحة أصغر شوية من اللوحات، بحطها في الأدوار بجمع عليها الأطراف بتاعة التليفونات، بتبقى ليها برضو عدد من الأزواج أو البيرز. تمام، 5 أو 10 أو 15 أو 20 بير، أو 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 90 أو 100 بير. يبقى دي هي لوحة فرعية بجمع عليها من التليفونات، وبدي مين؟ بدي يا شباب الام دي اف. والام دي اف بتدي مين؟ بتدي الاي بابكس أو مين؟ الهايبريد بابكس. تمام، بعد كده بشوف انواع الكابلات او الكابلات المستخدمه في التليفونات يا شباب. في الكابلات المستخدمه في التليفونات دي بتبقى عباره عن ازواج، تمام، عباره عن زوج يعني سلكتين ملفوفين حوالين بعض تويستد بير. تمام، في منها 3 بول، 4 بول، 5 بول، 6 بول، 10 بول وهكذا لحد 250 بول، بيبقى الكروس سكشن اريا بتاعها 6 من 10 ملي. وفي طبعا التصنيف او التركيب الخاص بهذا الكابل، لو احنا شفنا الانسيوليتد كوندكتور اللي هو الداخلي، وفي الفيلنج، الفيلنج اللي حوالين الكوندكتور، والكول الكور ورابنج، والانر التشيس بتاع الكابل، وبعد كده الفلودنج والالومنيوم فويل اللي هو الخارجي، وبعد كده الاوتر تشيس، ده تكوين او التركيب الداخلي لكابلات التليفونات. بعد كده رحنا رايحين للمرحلة التانية اللي هي الاي بي تليفون. طبعا عشان هو اي بي تليفون فهيبقى في عندي اي بي بابكس. اي بي بابكس طبعا ده احنا دخلنا على موضوع الاي بي او الانترنت بروتوكول كده، احنا هنستخدم شبكة وهنستخدم سويتشات. فبقي عندي اي بي برايفت برانش اكستشينجر، برايفت برانش اكستشينجر. تمام، في بعد كده عندي بدل الام دي اف، تمام، هيبقى في عندي الكور سويتش، الكور سويتش او المين كور سويتش، المين كور سويتش. طبعا بعد كده بدل اللوحات الفرعيه الاس دي اف بستخدم الاكتف والباسيف كومبوننت اللي هي السويتشات الخاصه عندي، وبعد كده بستخدم كابلات يو تي بي، تمام، او الكابلات الخاصه بالاي بي تليفون، وبعد كده بروح للاوتلت، وبعد كده بروح اشوف التليفون ست. زي ما احنا شفنا كده ببساطه، في عندي تليفون ست بوصلها بالاكتيف كومبوننت، بعد كده باخد كابل بروح للسويتش، من السويتش بدي الاي بي بابكس. فالنظام بسيط جدا جدا نظام التليفونات. وهنتكلم ان شاء الله عن نظام الداتا الخاص بالتليفونات في فيديو مستقل. عايز قبل ما اقفل الفيديو نراجع تاني التليفون سيستم ببساطه، في عندي كونفنشنال تليفون سيستم وفي عندي الاي بي تليفون سيستم. الكونفنشنال او الاي بي بيتكون من مكونات رئيسيه، رقم واحد البابكس او الاي بابكس يا شباب او في الهايبريد بابكس. تمام، رقم اتنين في الام دي اف، رقم تلاته
التي تي سي، رقم 4 الكابلات، رقم 5 الاوتلت الخاصة بالتليفونات، بعد كده عدة التليفون. ده كان النظام الكونفنشنال، وشوفنا المكونات بالتفصيل. بعد كده الاي بي تليفون، كل اللي هنعمله بدل ما في عندي هايبرد بابكس او في عندي الاي بابكس، هستخدم الاي بي بابكس، تمام، عشان انا هستخدم انترنت بروتوكول وهستخدم سويتشات، هستخدم المين كور سويتش بدل الام دي اف، كلام بسيط جدا، بستخدم الاكتف والباسيف كومبوننت، الاكتف والباسيف كومبوننت بان انا بستخدم سويتشات فرعيه او بستخدم باتش بانل. بعد كده بدخل كابلات الانترنت العاديه اللي هي الاي بي، بعد كده بيبقى في عندي الاوتلت او المخارج الخاصه بالتليفونات، واخيرا بوصل العده الخاصه بالتليفون على هذا النظام. واشوفكم ان شاء الله في انظمه تانية، في انظمه التيار الخفيف او اللو كارنت سيستم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.